لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها السادة المشاهدون والمستمعون لقناة التناصح الفضائية، فالسلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في الحلقة السادسة والأخيرة من أحكام الأضحية التي تكلمنا في الحلقات الماضية منها عن الأضحية، تعريفها وأحكامها، ووقفنا عند الشرط الأخير من شروط صحة الأضحية. هذا الشرط هو السلامة الأضحية من العيوب. الأضحية إذا وجدت كل الشروط فيها من السن ومن بهيمة الأنعام وأن الذابح مسلم وذبحت نهاراً، لكن وجدت فيها عيوب، هذه الشاة إن وجدت تلك العيوب قد لا تصلح أن تكون أضحية، تكون شاة لحم، زردة، عشيل، حم، كذا، لكن ما تكونش أضحية تترتب عليها أجر الأضحية. هذه العيوب: المرض الشديد، هذا العيب الأول. إذا كانت الشاة مريضة ما ينفعش تكون أضحية. إذا كانت مبشومة، البشم وهي كلمة صحيحة، كلمة عربية، المقصود بها التخمة، إذا كان عندها تخمة كبيرة ترتب عليها ضعف الشاة ما ينفعش تكون أضحية. إذا كان الشاة مجنونة، فيها جنون دائم بسبب حرارة ولا غيرها، صبحت الشاة مجنونة ما ينفعش أن تكون أضحية. إذا كان هي عجفاء، وهي الهزيلة اللي هي ما فيهاش يعني عندها هشاشة عظام كثيرة كبيرة ما تنفعش تكون أضحية. إذا كانت عرجاء، العرجاء هي المكسورة ولا العايبة وما تلحقش بالغنم، لا تصلح أن تكون أضحية كذلك. إذا كانت عوراء، من باب أولى العمياء، لا تصلح أن تكون أضحية. وهذا العيوب كلها ثبتت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ماذا يتقى من الأضاحي، فعد النبي صلى الله عليه وسلم العجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، وهذه العيوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من العيوب البتراء، البتراء اللي هي ما فيهاش ديل اصلا، او مقطوعه ثلث الذيل فاكثر، ثلث الذنب اللي هو الديل، هذه ما عادش تنفع ان تكون اضحيه. كذلك البكماء اللي ما عندهاش صوت، كذلك الصمعاء صغيره الاذنين جدا، وهذه مثلا تبولها احنا الغنم المستورد اللي يجيبوا فيها الان، ومن الطرائف بعض الناس يظن ان الغنم اللي يجيبوا فيه من اسبانيا ما ينفعش ان يكون اضحيه. قال ليش؟ قالنا لانه مش غنم وطني، بهيمة للمسلم في اسبانيا كيف بيضحي؟ ما فيش كلمة غنم وطني مش وطني، هذه بهيمة الأنعام. كذلك الغنم اللي يجيبوا فيها من برا لابد أن ننتبه لها، إذا كان الأذنين أذنان كانت صغيرة جدا يسموا فيها الصمعاء لا تصلح أن تكون أضحية. كذلك البخراء اللي فيها البعيد نتنة رائحة الفم لا تصلح أن تكون أضحية. مشقوقة الأذن كذلك لا تصلح أن تكون أضحية. يابسة الضرع، إذا كان الضرع متحها يابس يعني مضروب الضرع متحها لا تصلح أن تكون أضحية. إذا كان الضرع كله، لكن إذا كان مثلا في الغنم إذا كان أنبوبة كويسة وأنبوبة مضروبة ماشي ما فيهاش إشكال. مكسورة القرن، الناس هل بيسألوا عليها؟ مكسورة القرن لا تصلح أن تكون أضحية إذا كانت تدمي حال الذبح، لما ذبحناها كان الدم ينزل أو كان ما فيش دم لكن القرن ملتهب، هنا لا تصلح أن تكون أضحية. بعض الناس لما ينزل الضحية يوم العيد من السيارة الطيح يتكسر قرنها، نقول له راهي ما ينفعش تذبحها، اذبحها ثاني يوم أو ثالث يوم إذا جف الدم وما عادتش ملتهبة، وإلا فلا تصلح أن تكون أضحية. كذلك مكسورة سنين فأكثر لغير كبر، لغير كبر في السن لا تصلح أن تكون أضحية. فاسدة اللحم، في اللي وين يذبحوها يلقوا لحمها فاسد ما ينفعش أن تكون أضحية. من الأمراض اللي كثيرة الآن يسرع عليها في المجتمع الحبة اللي تجي من العلفة، الحبة هذه إذا كان هي مقفلة مسكرة والشاه مش مريضة لا بأس أن تكون أضحية. إذا كان هي مفتوحة وتدمي، إذا كانت كبيرة الدبرة الكبيرة لا تصلح أن تكون أضحية. إذا كان هي صغيرة أو كانت جافة ما فيش بأس، ولهذا ديما نوصوا الآن في التجار اللي بيعوا في الأضاحي في زمن العيد، يا أيها التجار حاولوا أنكم تساعدوا الناس اللي عنده عيب في
الغنم متاعها يعالجها قبل العيد بمدة، إذا كان يحب يفتحها وينظفها بحيث أيام العيد تكون الشاه سليمة. إذن هذه العيوب لابد ننتبه لها، ولهذا من حسن تدبير المسلم أن يفتش الأضحية متاعها ويتأكد أن ما فيهاش عيوب حتى تحصل له فضيلة الأضحية وأجرها. كما ذكرت بعض الناس الأضحية عنده غير متحشم من الصغار، ما يدورش لا في أجر لا في شروط لا في كذا، نقول له قد تخسر فضل الأضحية. هناك أمور أخرى مستحبة في الأضحية وليست واجبة. هذه الأمور أولها أن المسلم إذا كان بيذبح الأضحية أو بيذبحوها عليه يندب أن يترك الأخذ من شعر الرأس ومن الشعر بصفة عامة ومن الأظفار من بداية ذي الحجة. لما يعلن دخول ذي الحجة الأولى له ألا يمس من شعره وأظفاره شيئا تشبها بالحجاج، وهذا ما يشملش ذبح الأضحية بس، حتى الزوجة والصغار واللي بيدخلوا في الأضحية يشملهم هذا الحكم. من المستحبات أيضا أن يخرج الأضحية إلى المصلى، وخاصة الإمام يستحب في حقه إظهارا لهذه الشعيرة. من المستحبات أيضا ألا يوجد في الأضحية عيب من العيوب التي تجزئ، عندنا عيوب يعني الأولى تركها لكن تصح مع الأضحية، الأولى الإنسان أن يذبح أضحية لا يوجد فيها عيب من العيوب. من المستحبات أن يذبح الأضحية بنفسه إذا كان قادرا على ذلك، ولو امرأة يذبحها بنفسه، إذا كان ما تقدرش لا بأس أن تحضر الذبح. إذا كان الإنسان لا يعرف أحكام الأضحية فلا بأس أن ينيب غيره ليذبح عنه الأضحية. أما القادر على الذبح وما يذبحش، زي في أسر يقولك إحنا متعودين والله الشباني هو اللي يذبح، لا، ما دام أنت قادر على الذبح قادرا على الذبح اذبح بنفسك حتى لا تفوتك فضيلة ذاك الأمر. من المستحبات وهذه نبي نركز عليها أن يجمع في كل أضحية على حدة بين الأكل والإهداء والتصدق. اللي ذابح ثلاثة كل شاه كل جزء منها واهدي جزء منها للجيران والأقارب وتصدق بجزء منها على الفقراء، مش تاخذ من شاه وحدة والأخرات تتركها، لا، كل شاه تصدق بجزء منها وكل جزء منها واهدي جزءا منها. هناك مكروهات في الأضحية أختم بها، التغالي في الثمن. بعض الناس يعني يذبح أكثر من شاه مش من أجل الأضحية حتى يقولوا ذابحين أربعة، أو يتعمد يشري متاع 3000 أو 2000 مش يقولوا خديه أغلى أضحية. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس يقعد يوزنوا فيها ويقول لا أضحيتك أكثر، أنا دارت 40 كيلو، أنا 45، كبشي خير من كبشك، ضحيتي خير من ضحيتك، وهذا كله يذهب أجرها. أختم بممنوعات الأضحية. لا يجوز أن يباع من الأضحية شيء منها. في سنين من أو في بعض السنين في بلادنا جلد الأضحية باعوه، باع المضحي نفسه، وهذا حرام. الأضحية خرجت لله، لا يباع جلدها ولا لحمها ولا صوفها ولا لبنها ولا أي شيء منها، خرجت قربة لله. وفي الختام أيها السادة المشاهدون والمستمعون، الأضحية شعيرة من الشعائر، الإنسان المطالب بها القادر عليها ينقي أضحيته، يبحث عن عيوبها، يدقق في السن، يدقق في العيوب، يذبحها بنفسه، يركز أنه أكل جزءا منها وأهدى جزءا منها وتصدق بجزء منها، يراعي الفضائل، يترك الأخذ من الشعر ومن الأظفار من بداية ذي الحجة من غروب شمس آخر يوم في ذي القعدة، يأمر زوجته بذلك، يأمر أولاده اللي واصلين سن البلوغ. راهي الأضحية يعني شعيرة من الشعائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي يوم النحر عملا أفضل من إهراق الدم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لذبح أضحية وفق شريعة الإسلام، وأن يتقبل منا أجرها. بهذا اكتملت حلقات الأضحية وتكلمنا عن أهمها، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
لبيك لا شريك لك لبيك.